تكلمي جوزك بشكل احسن من كده؟ ولا هو انت فاكر لما تزعق وتقول ممكن تكلمي جوزك بشكل احسن من كده انا احترمك يعني؟ لا، هي بتتكلم صح، انت حمار، احنا بنفكر ونخاطر بحياتنا وانت تيجي زي النسمه تبوظ كل حاجه. عارف يا سيد املنا الوحيد ايه؟ ان يجيلك مرض مزمن فتقعد في البيت، واحنا نخطط ونفكر وننفذ وننجح وانت نايم على ظهرك. صح. طب فخر ما عندكش صاحب شمال نقدر نطلع منه باي مصلحه بس ما يكونش فيه بوليس ولا اي شوشره. صاحب شمال ازاي يعني؟ تستهبلي ولا ايه؟ انت بتكلمي رئيس نادي، رئيس نادي محترم. خلاص مفيش الكلام ده. انا اسفه. اسفه ايه؟ هو في واحد بس مش صاحبنا قوي يعني، كان بيقعد معانا واصحابي المحترمين في الغرزه يعني. صحابك المحترمين بيقعدوا في الغرزه؟ امال هنقف على النواصي وجنب الكشاك زي العيال الصيعه؟ هو الواد كان شكله خطر قوي يعني لما بيقعد معانا في الغرزه، فما كانش لينا علاقه بيه، بس عرفنا في مره انه جدع يعني لما كلنا اتمسكنا تحري وما بلغش عننا. ايوه يعني ده شمال. شمال؟ ده شمال في تاني شمال. وده اسمه ايه يا فخر؟ ناصر الحيني. ايوه يعني هو ليه في المخدرات والاثار ولا ايه يعني؟ لا، ده بتاع مراهنات، يخش بطولة الملاكمة من دول يراهن على الواد اللي هو عايز يراهن عليه بالفلوس، هوب يكسب، ياخد كل الفلوس اللي كسبها دي ويحطها في عبه. أنا بقى هعمل إيه؟ أقنع ناصر إن عندي بطولة بوكس هنا في النادي وأجيبه هو وبطولاته ومراهناته وفلوسه وكل ده هنا جوه عندي في النادي، واحنا بقى نلم الخير ده كله في عبنا احنا.